تحية لخويا عبد الحميد، الله يحفظك اخويا. تبارك الله ما شاء الله، شوفوا سبحان الله العظيم. تحياتي لكم، الله يمكرهنا لكم هذه المناظر هذه، جيو تفوجوا في هذا الصيف هذا. نتمنوا من الله يرفع عنا هذا الوباء وتجيو تهبطوا البلد الاجداد. شوفوا سبحان الله العظيم، شوفوا هذا الجبل ما شاء الله. ها سي عبد الحميد كيتصور. تحية لخويا عبد الحميد مول المعز في خاطر الشلال. الله اكبر، اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني الخواص، تبع قناه الترجمه. هذيك البلاصه الخضراء راه من تما واحد او ثلاثه المعيزات وكيدير سي بندي. داير سي بندي الدارون وداك والمعزات تا هما. ويلي دزنا من حداه كاين البيع هنا، فلت لينا واحد الواحد عنده واحد ثلاثه المعيزات ديرهم سي بندي. بالنسبه للسكن اللي بغا يسكن هنا خصو يكون التقاعد، بعيد الخدمه وما كاينش خدمه في المنطقه. انا الانسان اللي بغى يجي يسكن هنا خاصو يكون مقاعد، عنده التقاعد ديالو خلصة ديالو، يجي هنا باش يريح الضمير ديالو وصافي. صافي ويعيش في الطبيعه يعيش الهدوء في الطبيعه. صافي كاينش من افضل. اقولوا لي شوف قدامه. تحياتي لكم سلام يا اخوان من الدعم، حياكم الله اينما كنتم. ما تنساوش يا اخواني واخواتي بارك الله فيكم، دعموا القناه ديال الاخ عبد الحميد بلايك، وكذلك القناه ديال الاخ عبد الهادي ابو علي. تبارك الله عليكم اسيدي، احنا تبارك الله راه حنا عندنا عائله كبيره ما شاء الله، وكنحطوا الفيديوهات ما شاء الله كتشوفهم 400000 500000 مليون كاع ما شاء الله مليون، ولكن اللايكات اللي قلال شويه. يعني كيقول لي الاخ ابو علي راك حقك ضايع في اللايكات. كنقول لي اخويا اش بغيتيني نخرج انا، الخروج اللي تفرج هو نقول لي ندير ليه لايك تم. تحياتي لكم اسيدي، راكم عزاز وغاليين بارك الله فيكم، متعناكم شويه انا والاخ حميد، وكنشكره جزيل الشكر على هذه الضيافه الجميله اللي دوزنا عنده هذه 10 ايام ديال الحجر الصحي. وانا كذلك تنشكرك على هذه الزياره. وحميد الحمد لله راه اكثر من خويا، وتا هو خاصو يجي يزورني ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله يسخر له شي كوري. والانسان راه كيقلب، بغينا نحسنوا الوضعيه ان شاء الله. الانسان الى سال الله في شي كوري شي مشروع ان شاء الله، شي مشروع ان شاء الله بحول الله، وعلاش لا ما يكونش شي مشروع جميل وتكون شي فيلا حتى هي يا هنايا، ولا شي ديور ان شاء الله للاخوان اللي يجيو من البلاد من اوروبا يجيو يستقروا عندنا يدوزوا الفاكونس عندنا، ما كاينش مشكل ان شاء الله. هذا هو الحلم ديالنا ان شاء الله، الحلم ديالنا يسهل الله في شي مشروع ونكرموكم نبنيو شي دويره ان شاء الله بلا بيسين ديالها. كرمكم بالزديان وبالخير فان ضروري، هذيك راه حاجه باينه ضروري. تبقاو تجيو عندنا ضياف ان شاء الله بحول الله، كاع المتبعين اللي كيعيشوا في المانيا في هولندا في بلجيكا في السويس، في سويسرا الحمد لله الناس والناس ديال المغرب راه قراب لينا هنا، حتى هما يجيو عير يقطعوا من البحر يحطوا رجليهم في الشانطي هما عندنا. تحياتي لكم اسيدي. ديز تران اللي غادي لمدريد ما شاء الله. الواد عامر تبارك الله غير من هذاك الشلال، هذاك الشلال ما كيحبش تبارك الله ما شاء الله سبحان الله. هذا الشي راه كامل فيه الاثار ديال الجدود، راه كان حاكم هنايا عبد الرحمن، الله اعلم شكون هو هذا عبد الرحمن هذا. نقراو لكم ان شاء الله شويه على التاريخ ديالو وغادي نشرحوه لكم ان شاء الله بحول الله. ياك اخي عبد الحميد، عبد الرحمن سيقلو 927. لا اله الا الله، واش انه واحد البلاكه حاطين فيها الهيه بالله اللي كان حاكم هنايا عبد الرحمن سيقلو 927 هو اللي كان حاكم هنايا في هذه المنطقه، هذه منطقه الاندلس. راه كاين البرد شويه يا كاين الشانطي ها هو دايز قريب. هذا هو الجبل اللي دايز منه الماء ياك. هو هذا هو الجبل اللي دايز منه.
مسمينه هذا الكامينيتو ديال الري، مسمينه طريق ديال الملك. طريق ياك طريق الملك مسمينه. هذا هو الاستوريال هذا، ولكن هذا راه جديد ماشي قديم، لان البلاكه اللي شلنا لها راه قدم من هذه، راه السيكلو 927 عام 927 اللي كان حاكم هنايا من اصل المسلمين عبد الرحمن. ما شاء الله. الاخوان ما شاء الله مناظر جميله. جيت انا والاخ عبد الهادي هنايا نحوصوا شويه مع بعضنا، تلفنا حفظ الله ونبقاو هنايا قتلنا الجوع. ما شاء الله بغينا نشارك معكم هاد المناظر هادي. شوفوا تبارك الله الجبل، هذوك الغيران مسدودين، مغارة هذوك المغارات، المغارات كانوا ساكنين شحال هادي. هنا راه كانوا المسلمون في الاندلس. سبحان الله العظيم، شي راه عجيب ما شاء الله سبحانك يا اخي. راه كيبان صغير هادشي في التليفون، ولكن هادشي راه كبير بزاف. انت دير هاد الجهه الاخرى. الاخ حميده ياك لكم، ما تنساوناش من الدعم الاخوان، ما تنساوش ديروا لايك، لايك بارك الله فيكم، لايك الفيديو باش يشوفوا كاع الناس يجيو يحوصوا في هاد المنطقه الاندلس. راه ما شاء الله استمتعوا بهاد المناظر. يلا سير على بركه الله. هيا الله، هيا توكل على الله. واللي بغى يجي مرحبا به، راه حنا ندبروا لكم الدار ان شاء الله. هيا كاين الفنادق هنايا، راه كاين الفنادق، ويا من الافضل اللي كان غيجي من العائله راه الدار احسن، كانت رخيصه ويكون مرتاح. ويكون مرتاح الانسان مع وليداته. الدار فيها لابيسين، الدار فيها لابيسين، فيها كل شيء، الكراج ديالك، الكوزينه ديالك تتقدا، وكوزيني في دارك ما تاكلش كاع. غنصوروا لكم الدار ان شاء الله، تشوفوها وتشوفوا لابيسين وتشوفوا كل شيء. المناظر هنايا ما شاء الله، الريستورانتيس راه كل شيء ساد دابا، الطوطيل حتى هو راه ساد. مع هاد الازمه هادي راه الديور هنا كاع داروهم للبيع، انا بعد الديور اللي شفت هنا بزاف اكثريه داروهم للبيع. غير هما المناطق راه مختلفة الاخوان، بالنسبة لهاد المنطقة ماشي بحال المنطقة فين تنسكن انا. هنا راه الديور موجودين والرخاء غيكون، لأنه الطريق صعيبة شوية، كاين فيراجات، كاين بعيدة على المدينة. هنا غيكون الغلا شوية ياك حميد؟ الرخاء بالعكس، الرخاء؟ هنا يكون الرخاء. بالنسبة لي نسكن انا فيها راه بعيدة على الطريق السريع ب 8 كيلومتر، 8 كيلومتر باش بعيدة على الطريق السريع. لهذا كاين الغلا عندك الطريقة، كما شفتوا داك الفيديو اللي طلع الاخ عبد الهادي، ديك الارض راه دايره 180 الف ديال الاورو، فيها جوج هكتارات و 2000 متر، راه غالية، راه داك الثمن راه غالية بزاف، غير معقول داك الثمن راه بزاف. غير هذا هو اللي كاين بالنسبة، لأنه قريب على الطريق السريع، من تما الملاقة كاينة نص ساعة. هذه لافونتاج اللي عندك البويبلو. هذا الشيء فكرناها في الجبال ديال الاطلس، والطريق تما مزيان، الشانطي مزيان. هانتوما الاخوان استمتعوا ما شاء الله، استمتعوا معنا، راه حنا تنشاركوا معاكم اي حاجه، وهذه احسن حاجه غادي تشوفوا الطبيعه. لا تركسيبه تركسيبه ديال الماعز، الماعز والبهيمو ضروري شويه من هنا وشويه من هنا، كل ما الماعز كاع ما نوصلوا كاع لهذا المستوى. الحمد لله كل شيء من فضل الله، كل شيء من فضل الله وفضل الاخ عبد الهادي، كل شيء من فضل الله عبد الهادي حميد. وانا مسكين علينا وقت انا متردد كاع على هذه القناه هذه، ولكن الحمد لله ربي. ايوا انت ولات عندك العائله تبارك الله، الناس يحبوك سيدي الحمد لله، وحنا ولينا اكثر من الخوت الحمد لله. الحمد لله. واحد الغار، راه واحد الغار فين كانوا ساكنين، وكل شيء من فضل الله. احنا
وقال هنا الاخوان راه بحال هذيك الجهه ديال الازيلان بحال هكا سبحان الله بن ملال وازيلان رانا قلت ديك المنطقه ديال بن ملال وكنزوردو بالشوي وهادي حتى هو راه قريب على ازيلان حتى هو نفس المنطقه تقريبا نشوفوا ما شاء الله الجبال كيف دايره هنا راه كانوا المسلمون هنايا في تاريخ الاندلس وراه باقي الاثار ديالهم اسيدي هنايا باقي هنايا راه شنا دوك المغارات راه ديالهم سبحان الله خروب حتى هو الخروب راه كاين خروب هنا كاين موجود الخروب غير هو هنا غير وحده مغارتين المغرب راه هنايا راه ورا هذوك الجبال من هنا راه قريب امي تخبز الخبز وانا نشم الريحه هنا في المغرب على البحر راه ريحه المغرب راه خاص باش تكون العجاج راه الرملات هذا الصنده ديال الصحراء تبارك الله سبحان الخالق داك الشيء ما شاء الله شوف قدامك انت جيوغرافيك ناتورال قناة تربية الماعز اندلس سير سير ما شاء الله خروب انا كلشي هادشي خروب الخراب راه يكونوا جايبونها جابوا غير المسلمين فاش فتحوا الاندلس ايوا ويكونوا جابوا الخراب ولا الزيتون ولا الزيتون الزيتون بعدا راه باين وحتى الخراب الكرموس